امبارح كان الأستاذ كرم جبر موجود في مداخلة هاتفية مع الأستاذ أحمد موسى، وكانوا بيتكلموا عن الموجة أو الموضة اللي هم طالعين فيها دلوقتي، الإشاعات وتشويه صورة مصر ومعرفش إيه. فالأستاذ كرم جابر أظن هو رئيس الهيئة الوطنية للإعلام قال لك، ومن رئيس المجلس الأعلى للإعلام، ومن مكان هذا أعلن عن تدشين منصة إعلامية لدحض الشائعات قبل ظهورها. تعالوا نسمعه. مواجهة الشائعات بتحتاج تضافر كل المؤسسات الإعلامية المصرية وكل مؤسسات الدولة. لأن نبدأ مواجهة إزاي؟ رقم واحد احنا بنقول هنعمل منصة تبدأ تشتغل فورا لإجهاض الشائعات، مكافحة الشائعات قبل ظهورها. احنا عارفين الشائعات لها مواسم. فمواسم الشائعات نبدأ نضخ قدر من المعلومات لمنع ظهور أكبر قدر من الشائعات. الصراحة مش فاهمة يعني إيه الشائعات قبل ظهورها؟ يعني إيه؟ يعني إحنا عارفين إن الشائعات ليها مواسم زي الصيف والشتاء كده، دي إشاعة شتوية ودي إشاعة صيفية مثلا، فأنت هتبقى مجهز نفسك قبل ظهورها، هتطلع الموقع ده عشان يتصدى للشائعات. يعني إحنا دلوقتي وصلنا لمرحلة متقدمة قوي قوي، مش بس إننا هنتصدى للشائعات فور ظهورها، لا ده من قبل ظهورها كمان واحنا هنتصدى للشائعات. يا رب يا رب ساعدنا ساعدنا في اللي احنا فيه ده. غضب ربنا ان احنا نوصل اننا بنسمع الكلام ده في التلفزيونات، ده اكيد غضب من ربنا. يعني خلاص الاستاذ كرم جبر دخل في الغيب، بيقول لك الحاجه قبل حصولها كمان، الاشاعه قبل ظهورها هنكون واقفين لها بالمرصاد. على ذكر الاشاعات بقى، يعني ما هتعمل ايه مع الاشاعه دي؟ دي الاستاذ يوسف الحسيني ده النهارده نجم، نجم السوشيال ميديا، نجم بمعنى حقيقي والله. السوشيال ميديا كلها حطاله صور صور، انا نفسي نشرت صوره وقلت طب انت بقى اما هتطلع في الحلقه الجايه هتقول ايه، هتبرر ازاي انك قلت ومجدعه واخويه ومش عارف ايه، ان اللي عنده دولار يتخلص منه عشان سعره هيبقى في الحديد، الحضيض في الحضيض، هينزل للحضيض. ها فالنهارده بقى بتقول ايه وهو 19.46؟ انا خايفه على ما تطلع يوم السبت يكون ب 19.60 مثلا، يعني فعلا انا خايفه من ده، ده اللي قلقني جدا. فمش عارفه ساعتها هتقول ايه، انا كنت بقول لكم عشان ايه ما اعرفش. هو اكيد هيعرف يلوظها، يعني هو هيلاقي لها حل كده وهيعمل لها يعني طريقه شيك هيظهر بيها، ولا حتى لو مش شيك يعني هي الناس دي بتتكسف، يعني الناس دي ما بتتكسفش. النهارده طبعا يعني ايه، مين ركب الموجه ومين ركب الترند؟ صدى البلد نزلوا له الصوره دي مع الفيديو اللي هو كان قايله، وبعد كده قال لك عيب ده احنا يعني عصابه واحده فحذفوها. انا عايزه اشوف الصوره بتاعت صدى البلد الاول، هم عايزين قلبهم اسود قوي وعايزين يجيبوا له الفيديو القديم اللي كان قاله. في الفيديو بتاع صدى البلد توقعات يوسف الحسيني فنكوش ومفاجاه في اسعار اليوم، ده صدى البلد مش متفبركه، صدى البلد. وبعد حوالي 20 دقيقه حذفوا البوست ده مع الفيديو اللي كانوا ناشرينه. قال له ايه ده بقى، ايه ده بقى، يعني احنا كمان هنقلش على بعض؟ فراح قال لك لا صحيح ما يصحش، وراحوا حاذفين الخبر بعد ما اتاخد طبعا سكرينات على السوشيال ميديا كلها. زمايلي مصممين مصممين ان هم يفكرونا بكلام يوسف الحسيني لما كان بيقول لك الدولار عمره ما هيوصل للعشرين، والنهارده النهارده في 2022 الدولار بيخبط كده على باب العشرين. اخر السنه، ما دي معلومه صح اللي هي ايه، ان الدولار بيقل، فهو يجي يقول لك ايه بيضخ دولارات. هو بيضخ دولارات لانه بيحاول قدر الامكان ان هو يوفي الاحتياج والاعتمادات الماليه المطلوبه لاجل استيراد الامور الاساسيه او سلع اساسيه نحتاج الى استيرادها. دي معلومه صح، دي ال 5% صح، خش على ال 95% تدليس. اصل هو اخر السنه هيطلع يبقى ب 20، وعلى شهر 3 هيبقى 25، وعلى نص 2018 هيبقى ب 30. طيب لو في حد من حضراتكم بيصدق، انا بقول لك الدولار هيفضل ينزل مش هيزيد، حلو مش هيزيد، كلمة 20 جنيه مش هتحصل، وأنا أحاسب على هذا الكلام، مش من منطق، أنا مش مسؤول عن حاجة، لكن أنا كنت
الحقيقه طالب شاطر جدا في الاقتصاد جدا يعني، وتخرجت بامتياز. المهم ف وكملت بعد كده، بس مش ده الموضوع. ومش هيوصل 25 ومش واليوتيوب لا ينسى، ومش هيوصل 30. طالب اقتصاد شاطر، شاطر جدا، وكان بيطلع بامتياز. انا كده قلقت على الدفعه كلها بصراحة، مش بس على يوسف الحسيني، الدفعة كلها كده أنا قلقت عليها. طيب أقول لك أنا دي إشاعة، فكرة أنا طالب اقتصاد شاطر دي إشاعة، وكان لازم الأستاذ كرم يتصدى ليها قبل ما تنتشر وتبقى حالة بالمنظر ده، ويصدق نفسه ويطلع كل سنة يقول لك هيبقى كذا. لا، وعامل خطة. أنا عاجبني الثقة اللي بيتكلم بيها. بص أنا بقول لك بقى، هيبقى وهيبقى وهيبقى وهيبقى. المشكلة ان السوشيال ميديا قلبها اسود يا ساتر، وما بتنساش حاجة، ما بتنساش حاجة.